البطل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 وعلى 3W.الحياة.فم. برنامج أنا البطل كالعادة يجيكم كل نهار أحد في نفس التوقيت واليوم. كذلك نشوفوا أنه ضيف جديد في رياضة فردية اختصاص كاراتيه صاحب ميداليات وتتويجات في عدة بطولات وائل البقلوتي ضيف الحياة فام كالعادة في الحصة باش يرافقني أحمد المخلوفي في الإخراج التقني ومحمد قدح في الإخراج الرقمي. كما شرط قلت أنه في حصتنا اليوم باش يكون من الألعاب الفردية اختصاص كاراتيه وائل البقلوتي صاحب تتويجات وعدة ميداليات باش نكتشفوا تباعا في الحصة. مرحبا بك وائل. عايشك سي هذا، مرحبا بك. وائل البقلوتي اكيد اختصاص كاراتيه رياضة فردية، علاش اخترت رياضة فردية ما اخترتش رياضة جماعية؟ الاكثر يعني نحب الرياضات الفردية ونتبعهم ديما، وما نحس روحي مش نباهي في الرياضات الجماعية، ديما نعمل كان على روحي. به العمر وين تقرا وشنو تقرا وائل؟ نقرا دوزيام ايكو في ابن مراشيخ. والرياضه هذه قداش عندك تتدرب فيها؟ على الاقل كيكا خمس سنين، يعني 5 سنين في رياضه الكاراتيه. وي باهي، شكون غرمك بالرياضه هذه يا وائل؟ سي رامي البقلوتي. رامي البقلوتي، يعني كيكا ما مشيت تفرجت ولا كيفاش كانت اول خطوه؟ انا تحلت بعدين الصاله وقتها دريم سبور، مشيت باش نقايد على اساس بوكس وقتها حلو بوكس كاراتيه ومسكيلاسيون. قابلت رامي قلت له رامي نحب ندخل بوكس وكل شيء ونحب بوكس ماك تعلم. قال لي ويا علاش ما تجربش كاراتيه؟ قلت له ليه انا ما نحبش وما تعجبنيش برشا. قال لي جرب واحد، قال لي جرب شهر وكان خرجت منها انا وقتها نتخاذر وقتها ما نعرف دخلت وكملت. شنو هي الحاجات اللي تعجبك فيها الرياضه اللي اكتشفت انت رياضه باهيه كاراتيه؟ رياضه تستعملش برشا القوه، تكتيك، لازم تكون ذكي في السكومبا، تعرف كيفاش تخرج ضربتك وقتاش وتفكسيها في البلاصه الصحيحه. حاجات هذوما يعجبوني معايا في كاراتيه. والدار شنو كان رده الفعل نتاعهم هما؟ فرحوا خاطر يعرفوا الكاراتيه ما تستعملش برشا الخو ويخافوا الاكثريه كيما كل عائله، ما يحبوش برشا البوكس وعجبتهم كاراتيه وقالوا لي ادخل على شيء شجعوني. والاوقات نتاعكم وائل تاع التدريب وقتاش تترينيو؟ قبل كنت نترين نهار اثنين واربعة وجمعة، توا مع سيرامي ولتنا نهار خميس جمعة سبت احد. الاوقات في النهار في الليل؟ النهار الاوقات مازالوا مش يعني محددين كل مرة كيفاش خاطر تفهمت الدفورات وكل شيء. ومنظم انت ما بين القرايه والدراسه منظم؟ اي طبيعة زيد الوقت مساعدني انا ذا جديد. اكيد خاطر تو دخلتوا في مرحله تعدي في الدفورات نتاعكم اسبوع كل شيء، يعني ما نعرفش عندكم فتره راحه تعدين تكملوا دفورات ترجعوا تتدربوا؟ والله ندربوا اما ما تحبش تجي ما تحبش عندك دفورات معناها تكمل مثلا تكون تنجم جيج. باه وائل اكيد انت كيما قاعدين نشوفوا يعني الميداليات وعندك يعني الشهادة، ما نعرفش كان تورينا باش الناس اللي تتفرج فينا وتابع فينا يشوفوا الشهادة هذه نتاع شنو؟ هذه الشهادة هزيتها وقتها مازلت كي بديت نلعب. وقتها عندي ما نعرفش 3 حصص هزني سيرامي السوسة نلعب وقتها باش نترشح ونمشي للجربة. هذه وقتها وين الشهادة هذيا؟ هذيا في سوسة، حمام سوسة. حمام سوسة. هزني عندي ما نعرفش نلعب بالكدا، هو علمني معناها بحس روحي ما نعرفش نلعب، جيت في وسط كومبا اللي تعلمت الكل حاسيت وخرج بعده معناها. حاجة باهية. أول مشاركة ليك أنت خلينا نسى أول مشاركة ليك أنت وقتاش؟ هذه هي أول مشاركة. يعني عملت حاجة باهية، وزن أبارامون فوق الـ 34. أي. باهي. والمشاركة الثانية شنو هزيت فيها المشاركة الثانية؟ المشاركة الثانية بعدها في جربة. في جربة هذا اللي أهلي مش يمشوا لروسيا وقتها. إيه وقتها. ترى في جربة هذه زادة خذيت فيها شهادة. إيه. في جربة. يعني وقتها في الكاراتيه كوشيكي على ما يبدو. كوشيكي. كوشيكي. باهي. أكيد الميداليات اللي تحصلت عليهم انت بما انك انت عندك برسك 5 سنين قلت لي ملي بديت في اللعبه هذه، فمع بعد عشرات السنين وما وصلتش معنا في العمر بتاعك انت اللي بديت مغروم بالرياضه هذيا وعجبتك اكثر. وائل برشا عباد ما تعرفش
قواعد اللعبه نتاع الكاراتي كوشيكي؟ كنت كوشيكي. نجم تعرف لنا شويه على قواعد اللعبه كوشيكي؟ ما عرفش انا، تلبس كاسك صدريه وغونات، اما غونات كيما نتاع لي ماما هذوما علاش يلبسوا فيهم الحمايه اكثر هي. يعني حمايه الشخص، خاطر كوشيكي مش كيما الشوتوكان، الاكثريه يستعملوا برشا فورس في الضرب و... وما ساعات ما يحسبلكش ما تكون قويه الضرب جوج ذاك علاش. وباحتساب النقاط عندكم ضربه قاضيه ولا فما ساعات ما تكون ضربه خاطئه معناها ويطيح كيما صار لي انا ذيك ما تسميش ضربه قاضيه. واضح. والقداش مده النزال برامو؟ 3 دقائق. 3 دقائق. 3 دقائق. وش معناتها لعب سلبي؟ وين برشا ناس ما يقولك لعب سلبي، شنو معناتها؟ الحكيم يقولك لا دخلوا في لعب السلبي زوز، ما يبدا هو رابح بوان يبدا لازم يبعد التي، معناها ما يقدمش ما يضربش رابح انت، معناها يبعد وخلي الوقت يوفى. بالعكس كان هو يبدا هو مقدم وكل شيء، تحاول تضرب وقت تزيد بوانيت، اما مش تقدم تبدا انت رابح وكل شيء. واضح. يعني حتى باش لعبة تسمع تتفرج فينا واللي يتبع في البرنامج رياضة الكاراتيه، فما يعني الصدر واقي الصدر اللي حماية الشخص هذاك، وابارامون تلعبوا انتوما بالوزن. يعني كان الطول ينجم يكون اطول منك حسب القرعة، لكن نفس الوزن 60-60 ما يكونش هو اكثر منك وزن. نجم يكون اكثر بشوية، ما قول نحن 61 هكاك. تنجم حتى اكثر شوية. انت صادفت ولعبت مع شكون اكثر منك وزن في البطولات؟ صادفت وي. اوكي. وشنو البطولات اللي شاركت فيهم الاخرين بخلاف في جربة؟ شاركت انا عارف في الحمامات. لعبت. ترى حمامات هذيا هذيش التتويج هذيا، تحصلت على شنو؟ مركز شنو هذيا؟ الثالث. مركز وقتها مشنا محاضرين بالكدا. باهي المفيد تحصلت عليه. باهي هذي في الحمامات وقتها قداش من واحد شارك كنت تتذكر؟ مش برشا، الاكثريه وقتها 20 كيما هكا. بيجرب اكثر. معناها والتظاهرات فمش بطولات اخرين اللي شاركتوا فيها؟ معناها بطوله تونس، كاس تونس اكيد تشاركوا فيها. ياي بالطبيعه. اما شايدهم يقعدوا عند مدرب الاكثريه يعني تحصلت اكيد. تحصلت على ب. فمش هكا تظاهرات اخرين، تربصات اخرين باش فما لعبنا كومباوات. هذه تحصلت عليها وين هذه؟ الاولى هذه فعلا هنا في قروين العامين. هذه اكثر واحده فيهم. مش ما عنديش مشكله. هذه شكون وقتها؟ هذه لعبت الاولانية، لعبت ضد سي فهمي اونترينور مدربها بيزد. والثاني لعبت ضد طول نسيت اسمه يا رسول الله من سلطة المنصورة. والثالث ضد أسامة الورفلي. فينا اللي ربحت. والحاجة الباهية ما عرفش أنه في الرياضة هذه التتويجات تقعد حتى في السي في نتاعك أنت حتى نهار آخر. والحاجة الباهية أنه كل مرة تعمل كل 6 شهور تقريبا باساج دو جراس. باساج دو جراس. أنت تو فانا حزام. أنت مارون. مارا اش مازالك انت باش تكمل؟ مازالي سنتور بركا ونمشي معناها سنتور نوار، وما تسماش كملت خاطر سنتور نوار مش كا وصلت نوار، بريمير دان دوزيام دان وتروازيام دان ومازلت. تو انا باش نسلك الرا فيهم كل مره يابتو مره بالاصفر مره بالاخضر مره بالابيض مره بالاكحل، كيفاش الترتيب وائل يكون باش توصل لاخر حاجه؟ اصفر اصفر لول برتقالي برتقالي وبعد اخضر اخضر ازرق بعد مارون بعد النوار وفيهم تدريجات معناتها ازرق فيه ازرق بريمير دان دوزيام دان وقاع ولاش مازالك اخر حاجه شنو مازال كان نوار؟ ما اي مازال لي كان نوار. حاجه باهيه برشا النوار. معناها كي تقوموا بالباساج معناها يجيكم عباد من برا يعني لجنه وتكونوا حتى القواعد الكل حافظين ابارامو حضرت مره وشفتكم ما عرفش كان تعطينا لمحه على اهم القواعد. هي مش قواعد هي كتا كتا لازمك تحفظها وما تغلطش فيها جن الحركه طريقه مزيانه تخدمها وهما كيشوفوك كيفاش خدمتها كيسكو معناها خدمتها بالكدا تنجح ما خدمتيش تعمل حتى غلطه بسيطه فيها معناها وبعض الاسماء نتاع الكتا هذه كانت شايان شودان يعني دان تيكيت شودان مش بالترتيب خلينا نعطيك بس ايش تنجم تعطينا الاسم بالحركه حتى مش بالترتيب ايش لا وما كل حركه عندها اسم والكتا عندها اسم زاد هي الكتا كحركه نقولوا نحن عركه وهميه تصير تصير وهي تعاونك باش تدافع على روحك زاد كيما قلت لك في الكومبات تعلمت حكايات خرج واحد
كيما في هكا تجي تدافع على روحك يخرجوا من جوده الكاتا هذيك كل شيء. وهما الكاراتيه جايه من اسمها شنو هي؟ اليد الفارغه، الدفاع عن النفس، اليد الفارغه. الدفاع عن النفس هي. واضح. باهي اكيد عندك طموح طبيعي. شكون تطمح تحب توصل له نهار اخر؟ نحب نولي شامبيون دو موند، شكون ما يحبش يولي؟ نحب نولي. فما واحد يعجبني السيل دو جون بتاعو اللي هو رافائيل لاغايف، وزيد لهنا في تونس ما ريتش غير رامي يلعب بطريقه مزيان. يعني نهار اخر تحب توصل للعالمي وتتابع برشا حتى المقابلات نتاعهم. طب وديجا تتعلم منه برشا حاجات. باش نسالك سؤال اللي هو خلينا نقوله تقليدي، الحاجات اللي تتعلموهم في الصاله وي. اكيد ممنوع تطبقوهم بالبرا في الشارع، اكيد المدرب يقولها لكم بالطبيعه. ما وقتاش تنجم تطبقهم دفاع عن النفس. دفاع عن النفس في حاله واحده، دفاع حاله واحده اكيد ديما المدرب ينصحكم بالطبيعه. وهي اصل راي سبور مش وش يخليك تمشي تعمل عرق بعد ما تعلمت ترى. انا العكس، انا باش نحكي كيفاش كنت. كنت اكتفل لك كلمه يركحش يحب برشا عرق وحاله فيه اصلا مش وراك. دخلت السبور في فيري جزيت القويرة، لقيت روحي عندي طاقه هذيك، وليت نسيبها في السبور. ما عادش نسيب على العباد، وليت رايد ومكلم برا. والحاجه هذيك الطاقه الايجابيه الكبيره اللي تتخرجها في السبور هذيك باش تخليك نهار اخر توصل لبعيد. توصل لبعيد. والحاجه الباهيه انه وائل الصحه مرتبطه بالرياضه، اكيد لازم ترقد في الوقت، تترين، الماكله تكون منظمه اكيد ولا؟ وي وي. فيها شويه عذاب الحكايه هذي. اذا كان تضحي باش تحب توصل. طبيعه لازم الحاجه هذي. وفي النوم انا اكيد معناها ما تسهروش برشا، خاصه تبدا عندكم تربص ولا مقابله ولا ما نسهروش الايامات العاديه. ما نربش تكون عندك كومبو صحيح، راه مش باش يجيك النوم جمله، احساس تركز احساس خايب. انا في كومبو جربه مثلا هذيك قعدت مصبح ما نجمش نروح. والحاجه الباهيه اللي لاحظناها قبل حتى كي شفنا الكواليس انه حتى الانسان الرياضي يستانس وحده ويولي يتحمل المسؤوليه، يولي ينظف بيته ويرتب برشا حاجات. هذه يعني تعلمتها برشا حتى في هي كاين كيما نقولوا نحن في الجيش ميليتير كش عليك معناها. ونحن قاسم انا في الموضوع انا فرابور الرياضات الاخرين يعلمك برشا حكايات كش عليك معناها. مشيت عديت جيش انضباط والاحترام اكيد عندها فوائد كبيره هذه الكل. نهاية بالطبيعه. ونهار اخر ما نعرفش اذا كان مش نسلك سؤال اخر وائل، اكيد ان شاء الله اي واحد يحب يمشي للمنتخب التونسي. بها هي ذيك زدت من اكبر طموحاتي اللي نحب ونصير نقول ذلك قبل حتى شامبيون دو موند وكل شيء. نحب نولي في المنتخب ان شاء الله يا رب. تخممش زاده في نهار اخر تكون مدرب زاده؟ طبيعة أي واحد بعد ما باش تحقق الإنجازات هذوما كلهم لازم تولي مدرب. نحب نطلع عباد برشا يوصلوا وقت حتى أكثر مني. شنو الميساج توصلوا لأصحابك؟ فما عباد برشا ما يحبوش الكاراتيه. نقول لك بوكس وعرف ما نعرفش أنا مشني البوكس رايح رياضة به ومشي ولا. وأما الكاراتيه برشا يقول لك كيفاش ومشو باهي ومرغم الأكثرية راهو قولوا لكم برا وجربوا قبل ما تحكموا كل شيء. واضح. في الختام وائل علاش كنت تحب تسلم؟ شنو الميساج تحب تقدمه؟ سلم على عائلتي، بابا، اخويا، اختي، امي. سلم على صابر ونشكر حياته فيهم على الاستضافه دي. عاشك. شكرا لك وائل البقلوتي البطل في الكاراتيه. هكا وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج انا البطل. شكر خاص لاحمد المخلوفي في الاخراج التقني، محمد قدح في الاخراج الرقمي، عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو. ان شاء الله الاسبوع القادم ملتقانا مع ضيف جديد وحلقه جديده وكذلك في رياضه اخرى. باي باي، بسلامه للجميع. انا البطل. أنا البطل.